السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بواحد الفقاس اللي هو فقاس بالكاكاع. بالنسبه للمقادير عندنا 3 البيضات، عندنا 130 غرام ديال السنيده، عندنا معلقه صغيره ديال الفاني بودر، عندنا معلقه ديال الزهر ومعلقه ديال الحليب، عندنا 50 غرام ديال الزيت، عندنا 50 غرام ديال الزبده كندوبوها عاد كنعبروها، عندنا 500 غرام ديال الفوس، عندنا 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، عندنا 250 غرام ديال الكاكاع كنقسمو على جوج على 4 كما كتشوفوا. تاخذوا الطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه البنات، كنعملوا البيض بثلاثه وكنخلطوا حتى يدير لينا الكشكوشه. زدنا شويه الملحه، من بعد كنزيدو السنيدة وكنطلبو، ضروري كنطلبو باش كدوب لينا السنيدة. هنا بعد ما طربنا سنيدة وبيض كنضيفو تقريبا ربع معلقة صغيرة ديال بودر فاني، كنزيد الحليب، زدنا دابا معلقه ديال الماء الزهر ومعلقه ديال الحليب، كنزيد الزيت، الزبده دايبه، دابا غنضيف الدقيق والخميرة ديال اخره صافي ونخلط. من بعد ما نخلط غنخلي العجينه ترتاح. هنا البنات بعد ما ضفنا الدقيق كنحيدو الفوي وكنجمعو بيدينا. هنا بعد ما ارتاحت العجينه قسمنا الى 4 كويرات متساويه. صافي دابا غنسرحو العجين. هنا بعد ما سرحنا العجين حطينا على شكل مربع، غندهنوها بيض بيضة خلي خلطنا مع شوية فاني، دابا كنبداو نحطو مصاص ديال الكاكاع، ربع عفوا، بعد ما كملنا البنات ستاف ديال الكاكاع كنحاولو نقربو شويه هنا الجناب. دابا غنبداو نلفو العجين، صافي تنقادو لافورم ديال بعد ما كملنا اللف ديال العجين كنجمعو هاد العجين اللي تحت كنحاولو نسدو الجوانب، هاد الجناب هدا هو تا هو كنجمعوه، قادو لا فورم الفو قادو لا فورم، غندهنو بابيض البيض وندوزو في اللوز ايفيلي. دابا البنات بعد ما دهنا الحبو ديالنا بابيض البيض اللي خلطنا ديجا مع فاني كنفندوها في اللوز ايفيلي، صافي البنات كما كتشوفوا الشكل ديال الفقاس. دونك غادي نكملو باقي الكويرات ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات بعد ما كملنا الفقاس ديالنا غندخلوه على الفرن يكون بارد ونخليوه يطيب ما بين 40 دقيقه حتى 45 دقيقه. من بعد ما نخرجوه من الفرن نغطيوه ونخليوه يبات ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات بعد ما برد لينا الفقاس بيتنا ليله كامله حتى برد لينا، دونك دابا غادي نقطعوه نستعمل البنات لوكيتور كيجي ساهل في التقطاع، هو ما كيتكسر ما والو البنات. كنحاول نقطعو رقيق، هذا هو الشكل ديالو،
ملي كيبات ليله كامله ما كيكون لا قصور لا والو. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا بالرداع. كما ذكرت بعد ما بات ليله كامله قطعنا ودخلنا على الفرن. هو الفقاس كيبغي بصفه عامه النار تكون مهيله. كيجي البنات لذيذ ومقرمش. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. شي فيديو في الاخير نتمنى البنات انكم تدعموني وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله باش تعم فائده وبالصحه والراحه.